المدارس والمشافي والجامعات والمعامل وغيرها، وهذا يدل على تحقيق الاستقرار والتكافل الاجتماعي. وإن هناك عندما ينظر إلى هذا التكاتف وإلى هذا الاستقرار لا يسره ذاك المشهد العظيم، فيبذل الغالي والرخيص من أجل ضرب ذلك الاستقرار، وهذا ما قامت به حكومة الاحتلال التركي. السيدات والسادة، نستقبل العام الجديد وتتعرض مناطقنا في شمال وشرق سوريا من جارة مسلمة تركية تدعي الإسلام، وقدمت لنا في يوم ميلاد السيد المسيح عيسى عليه السلام هدية، وكانت هذه الهدية مزيدا من القصف والدمار بالطائرات الحربية وبالمسيرات، فقامت بقصف المشافي وبقصف المصانع وبقصف أماكن مطابع العلم والدراسة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على حقد ووحشية ذلك النظام تجاه شعب مسالم يمد يده للسلام في العالم أجمع.